بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. ارجو القصه اللي جايه تسمعوها بتركيز جدا جدا، لانها قصه نادره الحدوث، نادر جدا جدا لما تحصل قصه زي اللي حكيها لكم. وهي حصلت في العيله عندي، واحد قريبي. في واحد قريبي عنده اعاقه ذهنيه، يحب الناس ويحب المرضى، لكن ما قدرش يتكلم كلام كتير، لكن بقدر افهم كلامه لما بيقوله. يعني هو اسمه ميخائيل، بينادوه ميكي. فميكي ده خدته مامته وراحت تزور عمها علشان في حاله خطره، وبيدخل في غيبوبات ويغيب ويجي، وخلاص 85 سنه كان. فلما راحت البيت قالت لابنها خليك اقعد مع عمه، وانا هنزل هي والناس الموجودين في البيت اشتري شويه حاجات واجي لك على طول يا ميكي. نزلت. ميكي ده بيحب عمه حليم ده حب فوق الوصف. بص لعمه لقى دقنه طويله، بيغمض عينيه ويفتحهم دايخ خالص، ولا في اكل ولا في شرب جنبه، وشعره منكوش نكشه جامده قوي. فقال له عمه انا ميكي، انت فوق بقى، انت فوق، انا ميكي، انت حبيبي، انا ميكي، انت فوق، انت فوق. فضل يكرر الكلمة دي هي بالشكل ده ويطبطب عليه وكله، لدرجة شوفوا الحب وسلطانه، لان الحب المحبة لا تسقط ابدا. بولس الرسول عنده حق لما قالها، محبة لا تسقط ابدا. فابتدى يفتح عينيه شوية ويقول اشرب اشرب. راح جري ميكي وجاب له كوباية ماء يشربها لغاية آخرها، ففتح عينه شوية قال أشرب، جاب له واحدة تانية، واحدة تالية، خمس كوبايات ماء يشربهم، لأن كان في حالة جفاف، غير سنه كان في حالة جفاف، لكن ما كانش عنده أمراض عضوية تانية خالص. ميكي لما لقاه فاق حضنه وقعدوا يبصوا في بعض. فميكي يحب جدا يحلق الدقن، راح جاب حاجات حلقة الدقن وحط صابون على دقنه وقعد يحلق له من غير ما يعوره، حلق له دقنه. وبعدين جاب مية في كوباية وعمل له شعره عشان ينكشه بتاع ده لغاية لما يصرحه. وبعدين ميكي بيقول له عمو حليم بيقول له انت مين جابك يا ميكي؟ وفين اللي كانوا قاعدين هنا؟ ما كانش عارف اي حد، وكان داخل في غيبوبة خالص. بصيت لقيت تليفون جالي، بقول ألو، فرد علي واحد، بقول له مين حضرتك؟ قال لي أنا عمو حليم. عمو حليم؟ أنا عارف أنه بيخلص خلاص. قلت له عمو حليم إزاي؟ عمو حليم؟ قال لي أيوة يا فلان، أنا عمو حليم. قلت له إيه اللي حصل؟ إيه اللي اتغير؟ قال لي ميكي عندي. قلت له ميكي عندك؟ يعني طب إيه يعني ميكي عندك دي؟ قال لي ميكي عمل اللي ما حدش عمله معايا، انا عطشان جدا جدا بقالي مده وعمال اقول للي قاعدين معايا عطشان، ما حدش سال فيا لغايه لما كنت بدوخ خالص ومش دريان بالحواليا. ميكي شربني خمس كوبايات ميه، ميكي حلق لي دقني وصرح لي شعري، وانا دلوقتي قاعد ومعايا ميكي. الحقيقه حطيت الحكايه دي كل ما احكيها للخدام والخدمات اللي معانا اقول لهم لما تحبوا تحطوا نفسكم في 0/10 في الخدمه افتكروا قصه ميكي، لان لو كنتم انتوا بكامل عقلكم وبكامل كل شيء وانا معاكم ما نعرفش نعمل اللي عمله ميكي، ما نعرفش اللي عمله ميكي. عمل بسلطان، بحب، بقوه، ربنا ما كسفوش، سقاه ميه اللي هي اهم شيء. طب جات منين؟ قال السيد المسيح قالها في انجيل متى، كأس ماء بارد لا يضيع اجره. يبقى عمو حليم كان محتاج لكأس ماء بارد، ادهوله ميكي ما ضاعش. ميكي اتطورت الحقيقه، يعني معروف الحالات دي مش بتطول في الحياه، وموصل ل 35 سنه تقريبا. جاله التهاب رئوي شديد وابتدى الرئه تضمر شوية بشوية، وكان شغال بتنفس بأكسجين لغاية لما سلم الروح.
وهو خادم عظيم، أكيد أكيد ربنا حطه فوق كل الخدام وفوق كل الناس اللي هي بتحب تخدم المريض اللي هو المسيح يسوع ربنا. ده الوفاء الحقيقي، وممكن يحصل من إنسان مش متكامل عقليا لكن متكامل 100% حب، 100% وفاء، 100% عطاء، ناسي نفسه فيفكر في غيره، وربنا بيقول له مش هكسفك، واداله كل اللي ممكن يفرح بيه ان عمه يفرح ويضحك وكل حاجة قدامه من غير ما يكون فيه اي ضرارة خالص او اي حاجة. طبعا مش عايز اقول لكم، قرايبه والكل والام لما دخلوا وشافوا عمه بيتكلم معاهم كانت الصدمة مروعة ومذهولين. مين اللي عمل كده يا ميكي؟ قال انا ده عمه، حبيبي انا ده عمه حبيبي. وفعلا استقر الوضع عند عم حليم، قعد 6 أشهر بعديها وبعدين انتقل. لكن علمنا درس في خدمة المرضى، أتمنى من كل قلبي إن كلنا نتعلمه ونخليه إن هو درس لينا، إن إحنا لو مدينا إيدينا بالحب ربنا حيسند إيدينا، لو إحنا قدمنا الحب ربنا حيقعد يدينا أكتر وأكتر وأكتر، لأن الحب هو كل شيء، لأن من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة، زي ما قال لنا معلمنا يوحنا الرسول في رسالته. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نكون بصين لغيرنا، ما نبصش كل حاجة لنفسنا. هقول لكم آية بتتكرر في أسبوع الألام في يوم الجمعة العظيمة، البولس بتاع الساعة 9، بيقول فيها إيه بولس في رسالة أهل فيليبس الساعة 2؟ بيقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد ما هو لآخرين أيضا. مش ده اللي عمله ميكي؟ ما بصش لنفسه ولا بص إن هو يروح يأكل ويدور على حاجة في التلاجة، مع إن هو يحب الحكاية دي ينكش، ما بصش لدي، بص لنقطة عمه كان محتاج فراح مديها له من غير ما يكون في أي أنانية أو أي حاجة، يفكر في غيره وهو اللي كان عايش على كده. وكان الحقيقة في منتهى الجمال إنه بيطبق الإنجيل، لكن لا أرى الإنجيل ولا حد أرى له الإنجيل، لكن الإنجيل كان عايش جوه ميكي، وعشان كده طبقه وشفناه وسمعناه. الكنيسة تقصد إيه لما بتقول يوم الجمعة العظيمة؟ بتقول اخلعوا ثوب الأنانية، بطلوا الأنا وأنا اللي عايز وأنا وأنا وأنا، كل ده عمالين إحنا نقوله، وننسى ربنا اللي قال لنا أنا مت علشانكم. فمن اللحظة دي مش من حقكم تعيشوا لنفسكم، لازم تعيشوا لغيركم، تدوا والعطشان تسقوه والمريض تروحوله وتدوله الحاجات دي هي، والجعان تأكلوه والمسجون تزوروه، وكل حاجة تعملوها من قلب. لأن الحق أقول لكم كل ما فعلتم بهؤلاء الأخوات الصغر فبي قد فعلتم. عايز أحكي لكم عن مريض بلغوني أنه طريح الفراش. رحت في البيت عنده، لقيت سرير سفري صغير نايم عليه راجل ما يزيدش عن 60 سنة أبدا، وإنسان متعلم واضح وموظف الزهر كان، ونايم على سرير وإيديه مربوطين بسلك في طرف السرير من فوق، حديد الحديدة اللي رايحة جاية دي هي، هو مربوط بإيديه الاتنين فيها. الخدمة علمتنا نعرف نشوف عينين الظلم، فهو عينيه كلها مظلومة، إنسان مظلوم مظلوم مظلوم، لكن مش قادر يتكلم، لكن من جوه بيتكلم، فمن جوه بيتكلم دي هي عاملة فعلا تأثير على وشه وعلى عينيه. فقلت لمراته وهي موظفة، بقول لها ليه حضرتك ربطة ايديه؟ قالت لي علشان خاطر بيقطع الأسطرة ونضطر نركب أسطرة تانية. فقلت لها طب ولو عرفنا نتغلب على حكاية ان هو يقطع الأسطرة باننا هنركب حاجة تانية اسمها الكندم. قالت لي لا مش عايز اجرب حاجات، انا السرير بهدل وده تاني مرتبة جبها له من بهدلت من المية والحاجات دي، فانا هخليها زي ما هي، مش عايزة اي حاجة غير، شكرا. مرة تانية رحت فلقيت الام مشغولة، فرحت جايب ابنه
ثانوية عامة كان قاعد مع واحد صاحبه، قلت له ممكن تيجي معانا شوية عند بابا؟ فجاء معايا، وبعدين بقول له يهون عليك كده بابا يكون مربوط بالطريقة دي، قال لا 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 ده شغل ماما، أنا ماليش دعوة بحاجة، كلمه مع ماما لكن أنا ماليش دعوة بيه، وعندي واحد صاحبي عن إذنك عشان لازم أروح أقعد معاه. وخرج، وبعد أسبوع بسأل دكانة تحت البيت فلان ازاي، وقال لي تعيش انت، الخرجة بتاعته كانت امبارح. ادي العيان اللي بننتقم منه ونربطه بحديد، ونربطه بحديد، واحنا لو عندنا ايدنا بس جا فيها تعويلة صغيرة نجيب شاش وكريكرومن كان موجود او مضاد حيوي، ونربط ونروح لدكتور نستنى نسأل يمكن يحصل ميكروب وينقل على الجسم. مات الراجل ده بالظلومة دي، لكن هو فين؟ أنا متأكد هو فين، أن هو في ملكوت الله فعلا، لأن احتمل كل الظلم ده من غير ما يفتح بقه ويشتكي، ربنا سمعه وحاسس بيه فعلا.